برحب فيكم وصفة جديدة لعشاق الأكلات اللي فيها دجاج بأنواع مختلفة. وصفتنا اليوم حتكون أفخاذ دجاج، ولكن حنعملها لولي بوبس. اتعودنا احنا نعمل اللولي بوب من الجنحان، ولكن ممكن نعملها من دبوس الدجاج، وبتطلع جدا لذيذة، وكمان تجهيزها سهل وشكلها حيبقى كتير حلو للصغار، للأطفال، لأي حفلة عندكم أو غدانا اليومي العادي. الوصفة كتير بسيطة، خلينا نشوف مع بعض خطوة بخطوة كيف ممكن نجهزها. بجهز كل المكونات قدامي تكون بدرجة الحرارة العادية. ببتدي خطوة الأولى، إني غسلت دبوس الدجاج أو بنسميه الفخذ السفلي، وببتدي أجهزه عشان يصير لولي بوب. ممكن أستعمل مقص صغير، أبتدي أقص طرف الجلد من عند نهاية الفخدة، وبرضو بالمقص أبتدي أقص الجلد وأنزعه تماماً. حبتدي هلأ أضغط شوي شوي عشان أفصل الأربطة. بتلاحظوا في رباط صغير هيك أو رباطين بيربطوا اللحم مع نهاية العظمة، بفصلهم عن بعض. وحبتدي أكرر نفس الخطوات لبقية قطع الدجاج بنفس الطريقة. في ناس بيحبوا يقلوه مع الجلد، وفي ناس بيحبوا يشلوه، على حسب رغبتكم. هي الفكرة أني أنا أفصل اللحم عن هذه العظمة، وتبقى عندي هذه العظمة ما فيهاش أبداً أي شيء، وأكمل التجهيز بهذا الشكل. هبتدي تجهيز البهارات الجافة، الفلفل الأسود، هذه كلها بهارات مطحونة، الكزبرة، الكمون، الهيل المطحون، بهار مشكل، زنجبيل بودرة، كركم، وبصل بودرة، والبابريكا، والشطة. هضيف طبعا الملح وأقلب كل هالمكونات مع بعضها. ممكن أضيف نص ملعقة صغيرة من بودرة الزعفران إذا حبيت الدجاج يكون لونه برتقالي شوي. هأخذ حوالي معلقة صغيرة من هذا الخليط وأحطه على مقدار الطحين اللي هو 1 كوب من الطحين، وأقلبهم ليختلطوا مع بعض. يبقى هلأ صار عندي البهار، قسمته إلى جزئين، جزء مع الطحين وجزء حضيف له اللبن الخاثر. إذا ما في لبن خاثر ممكن أستعمل زبادي أخففه بقليل من الماء، أو ممكن أستعمل حليب أضيف له ملعقة صغيرة من عصير الليمون أو الخل، بيصير عندي لبن خاثر. حبتدي أقلبهم مع بعض، وهذا الخليط هو اللي أنا حستعمله لنقع الدجاج. إذا كان عندي وقت ممكن أنقع الدجاج وأخليه بالثلاجة عدة ساعات أو طوال الليل. إذا ما في وقت وحبيت أشتغل فيه مباشرة برضو بيعطيني طعم لذيذ. خليط الطحين حضيف له البيكنج باودر وقلبه لغاية ما يختلط مع بعض. هبتدي هلأ تجهيز الدجاج. هغلف كل قطعة من دبوس الدجاج بالطحين. تغليف كتير بسيط، ويفضل إن أحط الطحين بطبق عميق شوي عشان يكون عندي في مجال إنه قطعة الدجاج تتغطى بسهولة. ممكن بإيدي أو بالمعلقة أبتدي
أغطي الدجاج بكمية وفيرة من الطحين، هو بيأخذ يعني حسب ما يأخذ معاكي، ما تضغطي عليه بهذا الشكل. أنا بشيلها بحطها في الصينية، حاطة فيها قطعة أنا من ورق المطبخ. هلأ لما أنا غطيت الطحين بالدجاج ولبما أخلص بقية القطع، بنلاحظ أنه ابتدى هذا الخليط يصير رطب شوي، لأنه عندي طبعا اللبن الخاتر بيبتدي يتفاعل مع الطحين، فبنلاحظ أنه بيبتدي يأخذ هيك طبقة خفيفة جدا كأنها طبقة رطبة شوي، وهذا طبيعي. بس أنا أنصحكم ما تعملوش هذه الخطوة وتسيبوا الدجاج لفترة طويلة، يعني قبل القلي مباشرة ممكن. تغطية الدجاج بالطحين هعملها على مرحلتين. المرحلة الأولى بغطي بسيبه بضع دقائق وحرجع أكرر هذه الخطوة مرة تانية. هلأ بعد ما أنا خلصت الثاني لاحظتوا كيف بدت هيك الطبقة الرطبة تطلع على الدجاج، وهذا شيء طبيعي. المرحلة التغطية الثانية أنا حاملها مباشرة قبل القلي. هسخن زيت في مقلاي تبقى عميقة بحيث أنها تأخذ ارتفاع قطع الدجاج حوالي 2 بوصة، وزي ما شفتوا مباشرة قبل القلي برجع بعطيهم تغطية سريعة بالطحين. بخلي الزيت على درجة حرارة متوسطة لأني بدي أتأكد إنه الدجاج أخذ الوقت الكافي ليستوي من الداخل. بقلب الدجاج من وقت لآخر عشان أتأكد من توزيع اللون وأخذ التحمير المناسب من كل الجوانب. ممكن بعد ما يتحمر الدجاج عندي أوطي النار شوي لأتأكد إنه استوى من الداخل، وطبعا حسب حجم الدجاج اللي عم تستعملوه. مهم جدا أشيله وأحطه على قطعة من ورق المطبخ للتخلص من الزيت الفائض. للتقديم أنا ممكن أقدمه بأي شكل أنا حباه، ممكن مع الرز مع المكرونة، أو حابة أحطه مع بطاطس مقلية، مع عدة تشكيلة من الصلصات، الكاتشب، المايونيز، الماستردة، ممكن مع سندويشات جنبها خبز. تقدروا تختاروا أي طريقة أنتوا حابينها لتقديم هذا الدجاج، طعمه كتير لذيذ شهي، وزي ما قلت لكم كبار وصغار حيحبوه. وعايزة أقول ملاحظة بسيطة بالنسبة لتشكيلة البهارات، فيكم كمان تتحكموا فيها حسب رغبتكم، إذا في نوع ناقص ممكن تستبدلوه بأي نوع آخر حسب النكهة اللي أنتوا بدكم إياها. وإذا الكبار حياكلوه زودوا الشطة شوي واستمتعوا بهذه الوصفة.